اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ارحب مجددا بالكابتن فريد علي الخبير التحكيمي في ابو ظبي الرياضيه. اهلا وسهلا فيك كابتن فريد. يا مرحبا سام. يا مباراه كانت مثيره جدا على الجانب التحكيمي، اعتقد عندك حالات بالجمله. 10 انذارات في المباراه، مباراه صعبه طبعا بين فريقين وسريعه في نفس الوقت. دائما مباراه الوصل والعين تكون مباراه مفتوحه وسريعه، والحكم يستمتع، الحكم الكبير وقادر على اداره المباراه يستمتع في مباراه اللي مثلها. اما بالنسبه لحكم الانذارات، هم اللاعبين هم اللي يرتكبون اخطاء تستحق البطاقه الصفراء. الحكم يتمنى يدش المباراه ولا انذار يطلع من المباراه يعني. صحيح. الوصل والعين، يعقوب الحمادي، مسعود حسن، علي راشد النعيمي، عيسى خليفه حكم رابع لهذه المباراه. الانذارات 10 كلها صحيحه. كلها صحيحه. والطرد 2 كذلك صحيح، واحد طرد مباشر وواحد على الانذار الثاني. الاتصالات 4 وواحد غير صحيح. ركلات جزاء ما في ركله جزاء احتسبت في المباراه. لا ما في ركله جزاء. ايه لان هني مكتوب ركله جزاء خاطئه. طيب لا خاطئه، لا خاطئه. ايه ما في ركله جزاء خاطئه، في ركله جزاء لم تحتسب. لم تحسبه، وراح نشوف طيب. مع بعض. من ركلات الجزاء الصعبه جدا في ارضيه الملعب. درجة صعوبة المباراة صعبة. طبعا صعبة، صعبة، وتحولت في الثانية حتى صعبة جدا. صعبة جدا. اي نعم. طيب. الحالات التحكيمية. الحالات التحكيمية خلينا نشوف الدقيقة 14 هي الركلة اللي نتكلم عليها. دقيقة في الـ في الـ في أرضية الملعب وراح نحللها بشكل، طبعا هنا لفت اليد ما في أي تعمد. أنا طبعا غير واضحة هنا مطالبة كايو بركلة الجزاء. خلينا نشوف. حتى هاي مش واضحه، خلينا نشوف العادة هنا، بس خلينا نعيده هنا، لو سمح خلينا نعيده. شوف هنا، بس هنا انا كايو خذ الكره برجل اليمين، تشوف اسماعيل مشي شوي، شوف خذها سحب، مشي خلينا تمشي، شوف سحب ريوله بعدها عن الكره، ومن حاله الدقيقه جدا جدا جدا. بس انا تمنيت الحكم من يعلن عن ركله الجزاء. نحن شو اللي خلى الحكم ما يحتسبها؟ لان انا بقول ليش، خلينا نجيبه. ليش قلت لك ما يحسبها؟ ما يحسبها لان في ساعات ركلات تكون واضحه للحكم وحتى تكون قريب. هي بس انت الحكم هي المميز تنتظر منه انه يحتسبها على الدقيقه. يحسبها، بس هاي شوف هاي لان الكوره، شوف الكوره الريل اللي سحبت ريل كايو دشت بين الكوره وبين رجل كايو، سحبها لين برا، طيحت كايو هي سحبت الرجل. انا اعتبر هاي ركله جزاء غير محتسبه، واذا هي نصنفها انا امانه يعني من الركلات الصعبه جدا. شوف طالع، شوف طالع وكيف ما تقدر تشوفه انت في ارضيه الملعب. نحن تشوفه 10 مرات، انا لما شفت الوهله الاولى الثانيه قلت ما في شيء، الا لما سبت فوق وعدت اكثر من 4-5 مرات، وبعدين اقتنعت لان هي ركله جزاء غير محتسبه للوصل. اذا ركله جزاء غير محتسبه لفريق الوصل، لم يحتسبها حكم المباراه يعقوب الحمادي، لم يوفق في احتسابها، لم يحتسبها يعني. زين خلينا نشوف، ننتقل للحاله الثانيه. انا عند المساعد، برافو برافو صراحه علي راشد النعيمي، من الكور الصعبه جدا توفق فيها، تمركز سليم. وخلينا نشوف في العاده طالع كيف اللاعب، كيف طلع بين اللاعبين، تمركز المساعد ودقه اللعبه. مشي هاي في اللعب في الملعب تكون الحالات الصعبه، ولكن توفق فيها، برافو بصراحه. عنده حالتين، وحتى عنده في الغاء الهدف بعد كان متوفق فيها ومركز تماما في المباراه ومستعد للمباراه بصراحه يعني. خلينا ننتقل الى اللعبه الأخير هاي هنا. بس خلينا نوقف هنا، خلينا نوقف عشان ما فينا نعيد الكل. أول شيء بس هنا المكان المخالف للمرمى مكان مناسب مثالي 100%. اتجاه العام للعب إلى المرمى، اتجاه عام للعب اتجاه المرمى، تقول خط مستقيم من الجزاء لين الحارس المرمى لين وقت ارتكاب المخالفة. السيطرة أو مكانة السيطرة، يعني خلينا نشيل الإمكانية، أما السيطرة موجودة 100% تحت رجله. عدد ومكان المدافعين كلهم خلف الكره، والمسافات ذاك يمكن اكثر من 15 يارده، وعلى يمين اللاعب العين 10 ياردات، وبالتالي كان البطاقه الحمراء 100% كانت صحيحه. بس خلاص خلينا نمشيها، وعندنا العاده اخرى راح
تبين ان المس كان واضح. المس كان على فكره حتى لو كان داخل خط 18 بيكون بطاقه ركله جزاء وبطاقه حمراء، لان هاي مس طبعا يعتبر من حالات اللي تستحق بطاقه الحمراء حتى لو كان داخل حتى لو كان في بلنتي حتى لو بلنتي الله يرحم والدي. طيب الدقيقه ال 55 تسلل سليم كذلك من المساعد الثاني اللي هو علي راشد النعيمي، وخلينا نشوف العادي توضح لنا توضح لنا كان لاعب الوصل في موقف تسلل. طبعا هاي رقم الحين لحظه اللمس ولحظه التمريره اللاعب الوصل كان في موقف تسلل، تمركز علي راشد النعيمي موقف سليم مثل ما قلت لك اخوي اسامه مركز تماما مركز ونجح في 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 كورتين صعبات للنادي الوصل. قرار موفق اذا من حكم المساعد علي النعيمي بعدم احتساب نعم الهدف الذي سجله كايو للوصل في الدقيقه نعم العاشره نعم من زمن الشوط الثاني. هنا خطا خطا للوصل وكذلك الانذار اللي خطأ لاعب الوصل اللي اصلا المخالفه كان لصالح. هنا ارتكب خطا صراحه ما في ذيك القوه شدوا لاعبين مع بعض وصار نوع من شفت تدافع بين اللاعبين. المسك موجود الخطا كان موجود الحكم اعلن عن المخالفه ولكن كايو تصرف اللي طلع منه صار طبعا غير لائق وبالتالي كانت البطاقه الصفراء مستحقه للاعب الوصل اللي هو رقم 10 كايو. نعم هاي البطاقه الصفراء. هنا الانذار الثاني اي وقت المخالفه موجوده وبالتالي اذا خلينا نسال سؤال اذا ما ارتكب مخالفه ضد اللاعب هل بتكون هجمه واعده للعين؟ نعم تكون هجمه واعده بالعين مثل ما قلت لك انا الانذارات هم اللاعبين هم اللي يبون حق اماره وبالتالي الحكم عليه يطبق القانون حتى في الدقائق الاخيره من المباراه وبالتالي قرار الحكم كان سليم بإشارة الانذار الثاني للاعب في الوصل وخروجه من ارضيه الملعب. الى اي مدى وفق الحمادي في هذه المباراه؟ اتوفق تماما انا بالنسبه لي تقريبا ممكن خلينا نقول 8.3 لان عنده ركله جزاء غير محتسبه في الدقائق الاولى من المباراه ولكن المباراه صعبه جدا وحتى ركله الجزاء اللي ما احتسبها انا عندي ركله جزاء من ركله الجزاء الصعبه جدا في ارضيه الملعب. كابتن فريد علي الخبير التحكيم في ابو ظبي الرياضيه شكرا جزيلا. شكرا. هذا